السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو رح نتعلم كيفية المفاضلة على جامعة غازي عنتاب لمرحلة البكالوريوس. أول شيء بداية رح نضغط على ينيبير هيساب أولوشتر، رح نضع بأول حقل الإيميل. إذا كان الطالب معه الكملك السوري المتعارف عليه ضمن تركيا فرح يكرر رقم الكملك مرتين، أما إذا كان مع الطالب جنسية تركية ورح يسجل من خلال الهوية التركية فأول شيء بحط الإيميل مثل ما ذكرنا. أول حقل، الثاني حقل رح يحط رقم الكملك، الحقل الثالث في على الهوية أسفل الشيء في شيء اسمه سيرينو فبحط هذا الرقم، بيكون فيه حرفين ثلاثة وأرقام، من ثم بجاوب على العملية الحسابية وبيضغط على حسابه ولشتر. رح تطلع رسالة هون باللون الأخضر بتقلنا أنه تم إنشاء الحساب وأرسلنا البيانات على الإيميل. ندخل على الإيميل بنلاقي فيه رسالة وصلتنا من جامعة غازي عنتاب فيها الإيميل وكلمة السر. طبعا هذا الحساب ضروري جدا جدا أنكم أنتوا تحافظوا عليه لأنه يوم النتائج أيضا من خلال هذا الحساب. من ثم بنضغط على هي الجملة الأولى، راح نحط الإيميل من ثم كلمة السر العملية الحسابية نعطي قرش. هلا هيك نحن دخلنا على سيستم المفاضلة. بداية راح نضغط على يني باشورو يا. هلا السيستم صاير على الشكل الآتي، نحن راح نختار أول تخصص نحن بنحبه ومن ثم ما تبقى من التخصصات راح نختارهم بآخر خطوة من المفاضلة. على سبيل المثال أنا إذا كان بدي فرع معين مو موجود أمامي من هون فبإمكاني أبحث عليه من هون، بكتب طب مثلا وبعطي هون بحث، شايفين طلع لي الطب البشري، طب باللغة التركية، طب باللغة الإنجليزية، أو بإمكانكم من هون تمام تقلبوا على الصفحات. أنا رح أحذفها، بعطي بحث، رح أختار أول تخصص اللي هو معهد حقوق. اخترنا، البيانات طلعت على الشكل الآتي على طرف اليمين، رح نعطي يعني باشورو هكذا تمام، نعطي أوكي، بعدين نضغط على باشوريو تمام. لا هلأ هيك نحنا رح ندخل على أول خطوات التسجيل، أول وحدة فارغة والثانية فارغة والثالثة اللي هي بيانات الكملك. هلأ بداية رح نختار جنسيتنا الأولى، على سبيل المثال سوريا. هون كملك تبه، أول شيء اللي معه جنسية تركية تيجي كملك، الطلاب اللي عنده الكملك العادي فهو تيجي يابانجي كملك، ماوي كارت نتركه فارغ تماما، باسابورت اللي هو جواز السفر، أخرى إذا كان الطالب عنده وثيقة عدا هي الوثائق، أنا راح أختار هذا الخيار. هلا إذا كان الطالب عنده جنسية تانية لنفترض تركية فبيختارها. هلا هون أول جنسية كيف نحن حصلنا عليها؟ من خلال الولادة دوملا. هلا الجنسية الثانية باشورو إلى، إنه من خلال التسجيل. هلا بالنسبة للطلاب اللي رح تسجل من خلال جواز السفر فبهذا الحقل رح يحطوا جواز السفر الخاص فيهم لأي مدة صالح، ولكن أنا رح سجل من خلال الكملك فراح أترك هذا الحقل فارغ. هلا بنجي على هذا الطرف راح نحمل صورة شخصية للسيستم، اخترنا الصورة نعطي من هون تحميل. هلا اتحملت الصورة الشخصية بنعطي تمام. هلا هون راح يطلب مني الاسم، الكنية، طبعا كلها لازم تكون بأحرف كبيرة. هلا هون ذكر أو أنثى، تاريخ الولادة، هون اسم الأب، اسم الأم، مكان الولادة. هلا تمام المعلومات الأساسية بنعطي قايد فإيرلا. هلا هون رح نكتب عنواننا كامل مستقدو اللي هو الرمز البريدي على سبيل المثال عنتاب 27000. هلا هون المدينة المقيمين فيها، هون الإلشا يعني مقيمين بمركز المدينة أو بمنطقة تابعة لهي المدينة على سبيل المثال مركز، انه نحن مقيمين بمركز المدينة. طبعا هي التفاصيل بتاخدوها من اي فاتورة. هلا هون اقامة اولكا تركيا، هون رقم الهاتف، بامكانكم تحطوه مثل هذا المثال او فيكم تحطوه مع رمز الدولة. نعطي التالي. هلا اول حقل رح نختار انه نحن ما علينا اي جزاء، نختار اول حقل نعطي قايد الى. هلا هون بيانات اليوز،
طبعا التسجيل مثل ما بنعرف حصل من خلال اليوز. الجامعة راح تقبل بعلامات يوز جامعة غازي عنتاب لعام 2020 حصرا، ويوز اسطنبول حصرا ايضا لعام 2020. شايفين سنة ولرن جتشار ليدر، يعني اذا انت كان عندك يوز عنتاب السنة الماضية او يوز اسطنبول السنة الماضية ما فيك تسجل فيه بهذا العام على هاي المفاضلة. اول حقل راح نحط المعدل مثلا 60.5. الحقل الثاني راح نحط تاريخ الامتحان، من ثم بنعطي قاعدة بإلالة. هلا هون شو كاتبين؟ نحن ما اخترنا نوع الامتحان، راح افتح الخيارات. اول واحد اللي هو يوز عنتاب، الخيار الثاني هو يوز اسطنبول، فانا راح اختار يوز عنتاب ثم بعطي التالي. هلا هون بيانات السنوية، راح اعبي اسم السنوية، بعدين بأي دولة درستها، بعدين بأي مدينة درست، بدء السنوية وانتهاء السنوية. هلا هون في ملاحظة، ممكن إذا كان الطالب شهادته تركية، أوكي، ممكن نحط السنوية المتعارف عليه اللي هي 4 صفوف، التاسع، العاشر، 11، البكالوريا. هلا شو هذا الحق المطلوب؟ إنه من مرحلة الابتدائي للثانوي كم سنة استغرقت؟ تقريبا يعني 12 سنة معظم الطلاب إذا ما كان في أي حالات رسوب. هلا هون نط سيستم شهادتنا البكالوريا المعدل العام فيها من قديش؟ مثلا من 4، أو مثلا إذا كانت شهادة سورية 240 أو 260 أو من 2900، أو إذا كانت شهادة تركية فالمعدل من 100. هون بهذا الحقل بنكتب المعدل مع الفواصل، ديروا بالكم لهذا الموضوع. مثلا 50.03 هذا هو المعدل. هل نعطي حفظ؟ نطلع على الخطوة اللي بعدها. هي الخطوة جدا هامة، شايفين شو كاتب لي هون؟ زور الله زور الله زور الله زور الله. تمام. هلا أول حقل مطلوب واللي هو كيمليك بارغس أو باسابورت أو ماوي كارد. طبعا هذا الحقل شو عندكم هوية أو شو نحن سجلنا بأول خطوة رح نحملها بهذا الحقل. هلا أنا رح حمل الهوية يعني الكيمليك. هلا هون بالأتشيكلاما شو رح نكتب؟ بإمكان نكتب كيمليك. الموضوع جدا سهل وبسيط، اخترنا الملف، طبعا الصيغة حصرا PDF. هلا بعد ما كتبنا الاتشيكلاما التوضيح انه شو هي الوثيقة، حملنا الملف، نضغط على يوكلافا كايدت. هلا جاري تحميل الملف. هلا حملنا بهذا الشكل. هلا بنختار وثيقة اليوز حتى نحملها، نختار الملف. هلا هون بامكاني انا اكتب يوز، من ثم بعطي تحميل وحفظ، نعطي تمام. هلأ بنروح بنحمل ليسا دبلوماس واللي هي شهادة البكالوريا، كمان اخترنا الملف. هون كمان بإمكان يكتب ليسا ديب، أنا اختصرتها، بعطي قائد. يعني مثل ما عم نحمل اسم الحقل بإمكانكم تكتبوا بقسم الأتشكلمة. التاريخ أيضا بإمكانكم تكتبوا تاريخ الوثيقة أو تتجاهلوا. هلأ هون مثلا نوت، يمكنكم أن تكتبوا ليس نوت دوكومو، ولكن أنا عم بختصر، نعطي يوكلافا كاي. هلأ بندخل كمان. هلأ بالنسبة للطلاب المزدوجية الجنسية اللي رح يسجلوا على جامعة غازي عنتاب، هي الوثيقة مطلوبة منهم واللي هي نفوس كايت أورنية، ولكن هي الوثيقة المطلوبة حصرا لازم الطالب يستلمها من النفوس ويكون مكتوب فيها قرار الجنسية، يعني من أي دولات، ما بتفيده نهائيا. هلا من هون اذا بدنا نشوف اي وثيقه نحن محملينها فبنضغط على يوستار، او اذا بدنا نحذف الوثيقه بنعطي بالغا سيل. اوكي، هلا بنعطي كايدت و ايلارلا. هلا هون شو كانت لنا ملاحظه؟ ان فاضله اون ادت بروجرام الترجيح اذا بيدرسنز، يعني بامكان اضافه التخصصات للعشره. نحن باول خطوه بالتسجيل اضفنا هذا التخصص مثل ما كنتم شايفين. هلا من هون بدايه حنختار اسم الكليه او المعهد، اخترنا مثلا هذا، ندخل لهون لهي التخصصات، نختار اي تخصص مثلا ماكينه، نعطي بروجرام اكلا. هلا نحن هون من هذا الحقلين، من هدول الخيارين بامكان نطلع لفوق ونطلع لتحت، يعني نبدل أماكن التخصصات إذا حبينا. إذا بنحذف التخصص من بعد ما نضيفه فبنضغط على كلمة شيكار، نعطي إيفت.
هلا هيك نحن حذفنا التخصص اللي بدنا اياه. هلا بعد ما نخلص اضافه التخصصات، في ملاحظه انا رح اذكركم فيها. طيب رح ندخل على كليه الاداره كونها الاقرب. انا رح احاول اشرح لكم موضوع المسائي والصباحي ان وجد. رح نكتب هون بخيار البحث تمام مهندس ليك فاكولتس. هلا شايفين اول تخصص الكتريك والالكترونيك مهندس لي، ايضا نفس التخصص ولكن مكرر مره ثانيه، وفي عنا هدول الحرفين. هذا الحرفين على شو بيرمز او شو بيعني؟ هلا بالنسبه للطلاب السوريين اذا اختاروا اول تخصص هذا ما في جنبه اي علامه او رمز، فهو هذا بيكون التعليم الصباحي اللي بيكون مجاني للطلاب السوريين. اذا اختار الطالب هاد، فاذا الطالب اختار هاد التخصص اللي جمل منه مكتوب كينجي اراتم ولكن مختصره، فهذا رح يكون دوامه مسائي ورح يكون ايضا التعليم ماجور فيه. لهيك انتبهوا جدا لهي الملاحظه. في كتير تخصصات مكرره مرتين، فالاول اللي هو النورمال اوراتم الصباحي المعفيين منه السوريين من الاجور، والثاني اللي هو بيكون الماجور لجميع الطلاب بيكون دوامه مسائي. هلا خلصنا اضافه التخصصات وكل الملاحظات الخاصه فيها، نضغط هون صح نعطي كايدت. هلا هيك كتب لي باش فرنزو بشار ليلى قايد ادلمشتر. هون كتب لي رقم الطلب وتاريخ الطلب، نعطي تمام. هلا هون اذا بدكم تحصلوا على الباشورو يعني ملف التسجيل، فبامكانكم تضغطوا على يصدر. هلا رح نجرب اذا السيستم رح يعطينا اياه. تمام السيستم ما اعطانا اياه، فما في اي اشكاليه، مو شرط انه تحصلوا على فورم التسجيل. هلا بنعطي خروج، بنروح على الايميل. شايفين وصلتنا رساله من الجامعه عم تخبرنا انه تم استلام الطلب. اوكي هلا نحن رح ندخل مره ثانيه على الحساب لحتى اشرح لكم بعض المعلومات. نعطي جريش. هلا شايفين الطلب، الطلب الخاص فينا صار بهذا المكان. هلا هون شو مكتوب عندي؟ باشورو دورومو باشورو اونايا جندرلده، انه تم ارسال الطلب للحصول على الموافقه. رح توصلكم ايضا بعد فتره يوم يومين ثلاثة هاللي هو رسالة على الإيميل بتقلكم أنه تم تحديث طلبكم، ادخلوا على الطلب وشوفوا إذا في أي أخطاء أو إذا تم الموافقة على الطلب. فالطالب بيدخل على هذا السيستم بيشوف الطلب هون أمامكم، شايفين هاي الجملة رح تختفي وبينكتب إما أونايلاند يعني تم الموافقة على الطلب بنجاح، أو رح يكتب لكم خطأ باشورو انه في عندكم غلط بالباشورة، وجنب المنة بيكتب لكم شو هو الخطأ. بالنسبة للنتائج بتظهر بـ 28/8. هلأ على سبيل المثال طالب مسجل بهي الجامعة ومخلص بده يعدل بعض المعلومات، فبيضغط على باشوريو نزال لا. اذا بده يحذف هذا الابليكيشن كلياته فبيضغط على سيل، يعني انتم ما بامكانكم تسجلوا من اول وجديد على الجامعه. يعني هلا بنطلع من هون بنروح بنعمل حساب مره ثانيه بنفس البيانات، هذا الشيء غير ممكن. بس صار عندكم اي اشكاليات او اي اخطاء تدخلوا على الحساب بكل بساطه بتاعته من هون سيل بتعطوا ايفيد، انحذف الطلب بنجاح، بامكانكم تسجلوا من اول وجديد على المفاضله. طبعا البيانات كلها راح تختفي. هلا بنرجع مره ثانيه بنختار مثلا طبخ، دخلنا لهون على السيستم نعطي تمام، ندخل لهون بنروح على بيانات الكملك بنلاقي كل شيء صار جديد. لهيك عليكم تتابعوا التسجيل بكل تمعن وكل دقة لحتى يكون طلبكم مسجل بشكل صحيح 100%. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النبهان.